السلام عليكم مشاهدي ومتتبعي ومساندي ومشجعي، معكم الأخت بنقار العلجة، متحصلة على شهادة ليسانس في العلوم السياسية والماستر في العلوم السياسية تخصص تنظيمات سياسية وإدارية، في طور التحضير للدكتوراه مشروع الإدارة المحلية. أختكم وابنتكم بنقار العلجة 36 سنة، مترشحة للمجلس الشعبي الولائي ضمن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي 001. حبيت نشكركم اليوم خاوتي أبناء منطقتي، أهل ولاية سطيف، كل ساكنة ولاية سطيف، كل من ساندنا، كل من دعمنا، كل من شجعنا في خوض غمار هذه المنافسة. نشكركم لأنكم دعمتونا، ساندتونا، عاونتونا، وللحظة راكم تعاونوا فينا. نشكركم لأنكم وضعتوا فينا ثقتكم ومنحتونا ثقة تاعكم، وراكم وعدينا بأصواتكم. أصواتكم إن شاء الله راح تكون أمانة وراح تكون مسؤولية، وراح إن شاء الله نقدموا الشيء اللي نقدروا عليه مادام انتم درتوا فينا ثقة ومنحتونا هذا السند اللي راكم راح تقدموه لنا يوم 27 نوفمبر إن شاء الله. نأمل بأن نقدم لكم الأفضل، نقدم لكم كل ما هو صادق وكل شيء جميل لهذه الولاية ولهذه المواطنين. أشكر أيضا جميع مترشحي ومناضلي ومساندي وإطارات حزب التجمع الوطني الديمقراطي الأرندي الجديد 001، الذي منحنا فرصة للترشح ضمن قائمته، وضع فينا كل ثقته، وأيضا قدم لنا كل أنواع الدعم والمساندة. أنا ابنة منطقة مهمشة ومعزولة من شمال ولاية سطيف، ومثلها العديد من المناطق المعزولة والمهمشة بامتياز. أريد المرافعة على هذه المناطق والدفاع على حقوقها. عشنا الأزمة ونعلم جيدا ما يريده الشعب. ترشحت وكل ثقة بالله، ترشحت وكل ثقة في مصداقيتي وفي نيتي وفي إرادتي. لدي رغبة في مواصلة النضال السياسي رغم كل الظروف التي واجهتنا والتي تواجهنا، ورغم كل التحديات والصعوبات وأيضا نقص الإمكانيات، إلا أننا أبينا إلا أن نشارك في هذا المعترك وأن ندخل الحياة السياسية، وكلنا قوة وإرادة وعزيمة من أجل التغيير، من أجل المساهمة في تنمية هذه الولاية، وأيضا استلام المشعل بجدارة واستحقاق. ولأننا وجدنا منكم الدعم والمساندة والتشجيع منذ ترشحنا للبرلمان، وأننا أهل للثقة والتخصص، ولدينا أفكار ورغبة في بناء الجزائر والمساهمة في التغيير، وأيضا إثبات ذاتنا وممارسة الحياة السياسية وأخلاقات الحياة السياسية. لذلك أنا بحاجة إلى مواصلة دعمكم ومساندتكم وثقتكم وتصويتكم. أهل منطقتي نيوسين، عين الحدرة، بقاعة، حمام قرقور، بوفروج، بوعنداس، نيورثيلان، ذراع قبيلة، حاربيل، تيزين براهم، عين عباسة، عين رواء، تيزين بشار، عموشة، عين الكبيرة، وأيضا مناطق الجنوب، بير حدادة، عين المال، العلمة، بازر سكرة، وحمام السخنة، وسكان الطاية. أنا بحاجة إلى أصواتكم وتصويتكم على القائمة رقم 001 التجمع الوطني الديمقراطي للمجلس الشعبي الولائي، واختيار مرشحتكم وممثلتكم بنقار العلجة للمرافعة على انشغالاتكم وتمثيلكم بجدارة واستحقاق في المجلس الشعبي الولائي لتجسيد طموحات الشباب وتحقيق التنمية المحلية.